السلام عليكم، اهلا بكم النهارده في فيديو جديد. والنهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل قرصه جديده للكشميو او بلوزه او جاكيت زي ما انتم عايزين. المهم النهارده الغرزه سهله جدا وبسيطه وسريعه قوي قوي، هنقدر ننفذها مع بعض بكل بسهوله وبساطه. يلا طبعا مع بعض الغرزه النهارده وشكل جديد للكشميو بتاع الصيف، البنوته الحلوه. يلا بينا مع بعض ونسمع مع بعض. مشتركش معنا اشترك، والمشترك يفعل الجرس عشان كل جديد ان شاء الله. مع بعض يلا بينا نتابع الفيديو النهارده. هنبدا مع بعض مضاعفات العدد 3، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 زائد 2 واحد 2، يبقى مضاعفات العدد 3 زائد 2. هاجي في الغرزة اللي وقفت عليها اللي هي 39 وأعمل غرزة حشو، وهكذا هعمل في كل غرزة غرزة حشو. تمام، في كل غرزة غرزة حشو لغاية آخر السطر. تمام كده بالشكل ده. جيت على آخر غرزة عملت غرزة حشو بالشكل ده، بطلع 1 2 3 بلف الخيط وباجي اول غرزة وبعمل غرزة عمود بلفة في نفس المكان، باخد الخيط وعد 1 2 وفي الغرزة التالتة وبعمل عمود بلفة 2 عمود بلفة في نفس المكان، 3 عمود بلفة في نفس المكان، بلف الخيط على الابرة 1 2 3 بعمل عمود بلفة 2 عمود بلفة 3 عمود بلفة، باخد الخيط 1 2 3 وبعمل نفس العدد في كل مرة. باخد الخيط 1 2 3 كده، ثلاثة في نفس المكان الخيط 1 2 3 2 3 باخد الخيط 1 2 3 الغرزة سهلة جدا لعمل بلوزات او جاكيت او اي بطانية، يعني سهولتها بتخليكي ما تحتريش، مناسبة لاي 1 2 3 مناسبة لاي لاي موديل انت عايزاه او اي حاجة انت عايزاها. البطانية هتبقى شيك قوي وهتبقى سهلة وبسيطة. نفس الحكاية الجاكيت، كارديجان، اي حاجه هتحب تعمليها، بلوزه، اي حاجه هتبقى سهله قوي وبسيطه وسريعه كمان، يعني عشان ما تزهقيش بسرعه للناس اللي برده لسه مبتدئين وعايزين يعملوا حاجه بسيطه وسريعه. الموضوع دوت سهل. 2 3 اهي 1 2 3 نيجي عند اخر غرزه ونيجي نعمل غرزة عمود بالشكل ده. تمام، اطلع 1 2 3
ونلف الشغل بالشكل ده معانا تمام. ونيجي في اول فراغ هنا نعمل غرزه اتنين غرزه عمود في لفه في نفس المكان، وفي الفراغ اللي وراه نعمل عمود اتنين عمود تلاتة عمود تمام. هنبدأ بعد كده مع بعض، هنبدأ في كل فراغة هنا نعمل عمود تلاتة عمود اتنين تلاتة عمود تمام. في كل فراغ يقابلنا ندخل نعمل ايه تلاتة عمود بلف. طبعا انت ممكن تستخدمي كمان الوان زي ما انت عايزة، ممكن تستخدمي اللون يبقى مشجر في يعني كذا لون في الخيط مفيش مشكلة. اللي عملتيه كشميو هيبقى حلو قوي برضو بألوان مختلفة تمام. فموضوع سهل لآخر السطر بالشكل ده زي ما احنا ماشيين تمام. غرزة بتاعتنا جينا هنا في الآخر وفي العمود عملنا عمود واحد بلف ولفنا الشغل واحد اتنين تلاتة تمام. وهنا جينا عملنا فوق الشغل هنا فوق نفس المكان الغرزة عملنا عمود تاني في نفس المكان كده. وجينا في الفراغ اللي وراه عملنا تلاتة عمود بلفة خيط باص الفراغ نعمل تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة. الفراغ اللي وراه اتنين تلاتة وهكذا. الفراغ اللي وراه برضو واحد اتنين تلاتة. الفراغ اللي وراه واحد اتنين تلاتة وهكذا. لآخر السطر اهي نفس الترتيب ده. احنا جينا في الاخر هنا اهو وعملنا العمود بتاعنا عمود بلفة بالشكل ده وطلعنا واحد اتنين تلاتة تمام. وجينا في نفس المكان هنا عملنا غرزة تانية تمام. وجينا في العمود الفراغ اللي وراه هنا وعملنا تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة تمام. برضو نفس المكان فراغات اهي واحد اتنين تلاتة. ركزين في الجزء دوت الخط المستقيم ده، لو ما تعملش يبقى في حاجة غلط انتي عاملاها في الغرزة ولازم تصلحيها، لازم يمشي بخط مستقيم بالشكل ده تمام. انا كده خلصت الغرزة بتاعتي فهنبدأ انتوا عارفين انا هنعد مع بعض عشان نبدأ الترتيب مظبوط. هيبقى من اول واحدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر. اللي وراها بتبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر تلاتاشر. هيبقى بالشكل ده واحدة اتناشر وواحدة تلاتاشر او حسب ما انت عايزة. دلوقتي لما حبيت اعمل انا مثلا كشميو او بلوز او اي حاجة انا باخد بعمل القطعة دي بعملها على ثلاث قطع تمام. القطعة اللي في الظهر بتبقى زي ما هي ما فيهاش اي حردات، وبعدين اتنين قطعة تانية واحدة في الاتنين اللي هما قدام تمام. فانا بعمل القطعتين القدام وبالشكل ده وبعمل مقاس اللي انا عايزاه وبشبكهم من فوق هنا بالناحية ديت. ومن الجناب انا ممكن احط عليهم اربطهم برباط من الكروشيه برضو من ناحيتين عشان يبقى كشميو. ومن فوق هنا بيبقى جاكت تمام لو انا ربطته من فوق. ومن الجناب في الجزء دوت من هو تحت الباط بعمله بمنزلقة، بشبكه بمنزلقة يمين وشمال وفوق برضو بمنزلقة. انا كده عملته جاكت. ولو عملته كشميو ممكن باربطة
او من قدام هنا برباط، ومن هنا كمان من ناحيتين باربطه. لو عايزه من منزلقه اعمله مش مشكله، من الجناب ويبقى قدام بس برباط. عايزه اعمله بلوزه بيبقى بعمل ناحيتين بس الاثنين، وفي النص بعمله زي ما انا بعمله من فوق هنا، بعمله مثلا بسلاسل، بشبكه بسلاسل بيعمل تهديل شويه علشان ايه الرقبه. بكده باذن الله يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص، وان شاء الله يكون استمتعنا مع بعض بفيديو النهارده، والى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات اخرى باذن الله ودروس تعليميه للكروشيه في منتهى السهوله.